السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه السلسلة راح نشرح واحد من أهم الأسرار في عالم كرة السلة، وبإذن الله راح نتعلم كيف تبتكر أسلوبك الخاص بطريقة سهلة ومبسطة، وراح نعرف ليش بعض المهاجمين أول ما يهجمون بالكرة راح يتجاوزون المدافع بكل بساطة ويسجلون النقطة. كل هذا راح نعرفه في فيديو اليوم، فيلا بينا. السلام عليكم، حياكم الله، معكم عبد الرحمن وهذه قناتي عبدي باسكت، قناة أشرح فيها عن كرة السلة من الصفر للاحتراف لتكون إنسان رهيب. فإذا عجبك المحتوى شرفني باشتراكك وشكرا من أعماق قلبي. لولا الله ثم أنتم اليوم ما كنت وصلت لين هنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وصراحة في الفترة الأخيرة صحيح أنه قصرت معاكم، كنت مشغول شوية ولكن كنت أتدرب يوميا، كنت أتدرب وبإذن الله إن شاء الله مستمرين. الحين كيف تبتكر أسلوبك الخاص؟ اللاعبين في الـ NBA مثل كوبي براينت، مايكل جوردن، ستاف كيري، جيمرين، كايري إيرفينغ، مهما كان المدافع اللي أمامهم راح يتجاوزوه ويسجلوا النقطة. فكيف يسوونها؟ كل هذا إن شاء الله بإذن الله راح نشرحه في فيديو اليوم. لكن أهم من هذا كله، في ثلاث أشياء، في ثلاث حركات رئيسية لازم أي لاعب كرة سلة لازم يعرف ثلاث حركات رئيسية هذه. الحركة الأولى هي الكروس أوفر، كيف تغير الاتجاه، كيف تغير الكرة بسرعة من اليمين لليسار. والحركة الثانية هي نفس الكروس لكن من بين الرجلين. والثالثة هي behind the back، كيف تغير الكرة خلف ظهرك. لكن إذا واجهت أي صعوبة في أي واحدة منهم تقدر ترجع على قناتي، سويت لكل واحدة منهم فيديو خاص. الحين خلينا نبدأ بالقسم العملي. نتخيل أنه هذا هو المدافع، تمام؟ أول ما أستلم الكرة ما أهجم فيها بشكل عشوائي، دائما راح أحاول أدور على نقاط ضعف، تمام؟ استلمت الكرة أول شيء راح أسويه انه راح اتحرك خطوه واحده الى اليمين، تمام؟ تحرك خطوه واحده لليمين. اذا المدافع اذا ظل واقف مكانه ما تحرك من مكانه، بوم راح اهجم على السله دغري بكل بساطه. قاعده سهله، المدافع ما تحرك ما سكر هذه النقطه راح اهجم. والسر بهذه الحركه، هي سر صغير جدا بهذه الحركه الاول ما تسويها، انه المدافع ما تحرك. تحركت، شوف الحين انا رجلي جاهزه ان اركض دغري على السله، تمام؟ لو اني سويت كذا مثلا، تحركت بعدين مره ثانيه سويت كذا راح تاخذ وقت طويل. لكن اخذت الكوره، بوم بوم هجمت. الحركة الثانية، تمام؟ نفترض انه المدافع عرف انك راح تهجم على اليمين، سكر عليك هذه المنطقة، تمام؟ معاك الكرة، سويت نفس الحركة، راح نسوي نفس الشيء، تمام؟ سوينا نفس الحركة، بوم هجمنا، تكون رجلك جاهز، كل شيء جاهز، لكن المدافع سكر عليك. وقتها ايش راح تسوي؟ بكل بساطة راح تظل تهجم، تمام؟ راح تضرب واحدة ضربة واحدة، بوم تغير، لانه هو الحين بعد ما حرك من هذه الجهة، صارت فاضية، تمام؟ لانه هو موجود بهذه الجهة، بعدين حطيت رجلي مكان رجله، بكل بساطة راح احاول اسجلها بيد اليسار ليب، تمام؟ خليني احط الشنتاية هناك. معاي الكورة، سلمت الكورة، حركت، بوم بوم. الحين الحركة الثالثة اللي راح نسويها هي دمج بين الحركة الأولى وحركة الثانية، تمام؟ معاك الكورة،
المدافع موجود هنا، حركت انت تمام، المدافع حرك معك. لو قلنا ان المدافع لو ما تحرك راح تهجم بكل بساطة وتسجلها. اول ما يتحرك معك المدافع راح تحط واحد دريبل بوم تتجاوزه تقريبا، يعني اغلب الاحتمالات بعد ما تتجاوز المدافع راح تسجلها ايش بيدك اليسار تمام. لكن في بعض الاحيان، في بعض الاحيان انه يكون المدافع سريع تمام، وقت يكون المدافع سريع احتمال انه يسكر عليك هذا، يسكر عليك هذه الجهه فانك ما تقدر تسجلها تمام. او ان نفترض سيناريو اخر، اول ما تهجم تجاوزت المدافع الاول، في مدافع ثاني، نفترض انه نفترض تمام، افتراض انه في مدافع ثاني هنا، طيب ايش راح تسوي مع هذا المدافع؟ طلعت انت كذا جالك مدافع موجود هنا تمام، فوقتها بكل بساطه حركت كذا معاك بوم، قلنا اول شيء معاك الكوره، استلمت الكوره رحت على اليمين حركت على اليسار تجاوزت المدافع، او هذا المدافع، او نفترض ان هذا المدافع ما قدرت تتجاوزه، المدافع موجود لسه هنا معاك، موجود لين هنا، تحط واحد سبين موف وتسجلها بكل بساطة تمام. فانك تسوي حركة السبين موف جدا مهمة، حتى المدافع اللي موجود هنا ما راح يقدر لانه انت راح تسجل من هاي الجهة، وهذا المدافع، وهذا المدافع اللي كان معك اذا هو موجود هنا سجلها بهذه الطريقة. لو سكر عليك، لو سكر عليك وقتها سوي واحد سبين موف تمام. السبين موف بكل بساطة، بكل بساطة السبين موف بعد ما تحرك كذا تمام، أول ما تمشي كذا تغير الاتجاه، تمشي تغير الحركة الرابعة. والحركة الرابعة راح نضيف معاها مهارة الشوت، وهذه الحركة استعملها ستيفن كوري. Porter Jr. the trigger man. They got Curry. He checked it. Steph for the win. Yes sir! His eighth career game winner. On a frustration night last night. Exultation tonight. معانا الكورة تمام، معانا الكورة، بعد ما أخذت الكورة راح أسوي المهارة الأولى والثانية. سويت كذا بوم غيرت الاتجاه، تجاوزت المدافع. نفترض أنه هنا كان موجود أكثر من مدافع، يعني في مدافع موجود هنا وفي مدافع موجود هنا. نفترض أنه إذا إجيت هنا ما أقدر، يعني ما راح اقدر اسجلها ليب لانه هذا في مدافع موجود هنا، ولو سويت سبين موف سويت كذا في واحد ثاني موجود هنا فراح تكون صعب جدا انك تسجلها. فيفضل انك تسوي ايش بعد ما تسوي بعد ما تسوي المهاره الاولى والثانيه تمام، بدل ما تهجم راح تسوي واحد ستاب باك وترميها بكل بساطه. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my mess. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله الفيديو أفادكم. إذا عجبك الفيديو أعطيني لايك، وإذا كان عندك أي سؤال أو أي اقتراح اكتب لي تحت في الكومنتات، وهذا حسابي في الانستغرام. إذا كان عندك أي فيديو تقدر تبعث لي إياه على حسابي في الخاص. ما أريد أطول عليكم، إن شاء الله بإذن الله راح نسوي مباريات أكثر أكثر وسلاسل أكثر بإذن الله.
كان معكم أخوكم عبد الرحمن، أراكم في الفيديو القادم، سلام عليكم.